الفنان تامر عبد المنعم في المستشفى بعد إجراءه قسطرة في القلب. أعلن الفنان تامر عبد المنعم إجراءه عملية قسطرة في القلب، ونشر صورة له من على سرير المرض عبر حسابه على موقع فيسبوك. وعلق تامر عبد المنعم على الصورة موجها حديثه لزوجته رنا علي قائلا: مهما قلت مش هعرف أوفيك حقي، مش هنسى دموعك وأنا في طريقي لإجراء القسطرة، بحبك يا رنا. وتوالت عليه التعليقات من الجمهور متمنين له الشفاء العاجل. تامر عبد المنعم ممثل وكاتب مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتتلمذ على يد أستاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن. عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية بودي جارد والزعيم، وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون، وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في اضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي زايد، قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصات عام 2002، كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا. أسس ورأس تحرير مجلة أبيض وأسود عام 2008، أول مجلة سينمائية تصدر عن وزارة الثقافة المصرية. يعمل مستشارا فنيا لشركة فيديو كايروسات، وشغل منصب رئيسا تنفيذيا لمجموعة قنوات مودر من عام 2008 حتى 2009. له مقال أسبوعي كل أحد بجريدة الأهرام المسائي. هذا وقد علق الإعلامي عمرو أديب على حالة الفنان تامر عبد المنعم، حيث قال له: قلبي معك يا تامر، وتمنى له الشفاء العاجل.